السنابل لزراعة الشعر، خطوتك نحو المظهر الجذاب. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. عندما كنت أقرأ وأسمع عن قصة نجاح لأحد رجال الأعمال أو أحد أثرياء العالم وعن كيفية قضائه سنوات طويلة في بناء ثروته، كنت أقف مندهش من ذلك، لأن الإنسان بطبعه يحب سماع تلك النوع من القصص، لأنه يشعر نفسه مكان المقصوص عنه وبالتالي يستمتع بلحظته. فقرأت ذلك اليوم عن رجل اسمه كريس كارنر، رجل أعمال أمريكي وخبير بالأوراق المالية، مشرد أصبح مستثمر يمتلك الملايين، تخيل، يعني مع كامل احترامنا لكل الطبقات المدنية. كانت قصته ملهمة جدا لدرجة أنها حولت إلى فيلم سينمائي، ولا أريد الآن أن أتعمق في تفاصيل قصته لأن الأمر سيطول، ولكننا سنتعمق في الإلهام نفسه. فخطرتم على بالي وقلت لما لا أسهر اليوم معكم على موضوع شيق مثل الربح من الإنترنت، فهو موضوع ملهم وأغلبنا ليس لديه معلومات كافية في هذا الموضوع. وبالفعل أعددت كوب نسكافيه وجلست أمام الكاميرا ونحن مجتمعين. طبعا أنا الآن أسهر معكم ومع أصدقائي خلف الكاميرا محمود العساوي وأحمد، وهذه الابتسامة بسبب ينظر لي، فعياكم الله جميعا. هذا المجال الربح من الانترنت لم يعرفه آباؤنا وأجدادنا، لذلك تجدهم لا يقتنعون به ولا ينصحوننا به، صحيح، ولكننا عرفناه فلابد علينا من استغلاله برأيي. معلومة لك يا محمود، هل تعلم أن ثلثي أغنياء العالم لم يجنوا ثرواتهم من آبائهم وأجدادهم؟ يعني لم يولدوا بمعالق ذهب في أفواههم، بل كانت بفعل عملهم واجتهادهم. وهذا يجعلنا ننظر للأمر من زاوية مختلفة، وأنه لا بد للمرء أن يسعى خلف ما يراه مناسب. قد تقول لي نعم كلامك صحيح، هم بدأوا من الصفر ولكنهم احتاجوا سنين طويلة في بناء ثرواتهم. نعم صحيح، لن أجمل الأمر لك، ولكن انتبه، بسبب التطور الحاصل أصبح كل شيء يجري بشكل أسهل وأسرع، التطور، التداول إلى آخره، كلها أصبحت أسرع بجهد أقل. فلو سألتك سؤال، هل تريد أن تصبح ثري؟ أنا عن نفسي صراحة لا أريد، فالثراء ابتلاء، ولكنني أريد أن أصبح غني النفس والمال، وأعتقد أنت كذلك أيضا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كلامك جميل قد تقول يا محمد، ولكن من أين أحقق ثروة وأنا لا أملك شيء، لا مال ولا رأس مال حتى؟ نعم عزيزي أدرك ذلك، لذلك اليوم نجتمع ونسهر الآن للتكلم في هذا الموضوع، لعل ذلك يفتح لك بابا للتفكر في حل جديد. في البداية اعلم أن العمل على الإنترنت هو عمل مثل أي عمل حقيقي على أرض الواقع، على الرغم من أنه يحتاج إلى جهد أقل، ولكنه يحتاج أيضا إلى وقت وتركيز كبيرين. فلا يعني أن تعمل على الإنترنت أنك تربح دون جهد، هذا الكلام غير صحيح. لي صديق يعمل في مجال العمل الحر على الإنترنت وهو مصمم جرافيك، يعني يمضي ليله ونهاره يعمل، يعني جهد أعلى بكثير من لو كان يعمل في شركة بدوام كامل، ولكن على الطرف الآخر ويحقق أرباح تعادل 10 موظفين في مجاله. فنسأل الله أن يبارك له في رزقه ويوسع له به. فالمجال الأول الربح من الإنترنت دون الحاجة إلى رأس مال هو العمل على منصات الخدمات المصغرة، كما حال صديقي، فهو لا يحتاج إلى رأس مال، فقط يحتاج إلى وقت وجهد. يوجد مواقع عربية وأجنبية كثيرة متخصصة في العمل في منصات الخدمات المصغرة، يعني يكفي أن تكتب وظائف الخدمات المصغرة على جوجل وستجد منصات كثيرة جدا قد تسعفك في هذا المجال. على المستوى الشخصي، قبل حوالي 5 سنوات من الآن حاولت العمل على إحدى تلك المنصات لتوفير دخل إضافي لي، ولكنني في ذلك الوقت لم يسعفني الوقت بسبب دراستي للطب، مما اضطرني إلى ترك ذلك العمل، ولكنه على الرغم من ذلك كان جيد وما زال إلى الآن. فملخص الطريقة الأولى للربح من الإنترنت هي العمل على منصات الخدمات المصغرة في أي مجال أنت تبدع به. مثلا لو افترضنا أنك مبرمج، يوجد خدمات لا تتعلق بالبرمجة تستطيع الربح منها، مثلا أنت مصمم جرافيك، يوجد أيضا خدمات لا علاقة بالتصميم تربح منها. حتى لو كنت لا تملك أي موهبة أو قدرة معينة، يوجد أيضا خدمات تناسبك. مثلا بعض الأشخاص يطلبون خدمات مثل الكتابة أو تلخيص كتب على وورد أو ما شابه. أعمال كثيرة صراحة أترك تصفحها لكم. الطريقة الثانية للربح من الإنترنت دون الحاجة إلى رأس مال، في حال لم تناسبك الطريقة الأولى أو أنك لا تمتلك القدرة اللازمة للعمل على مثل هذه الخدمات المصغرة، تكون بالتجارة الإلكترونية. مثلا يكون لديك متجر إلكتروني تقوم من خلاله ببيع سلعة أو خدمة ما أنت تقدمها، أو أنك تقوم مثلا بشراء سلعة بسعر الجملة ثم تبيعها للأشخاص أو العملاء بسعر المفرد وتربح الفرق في السعر، أو حتى أنك تستطيع البيع خدماتك ومنتجاتك من خلال متاجر عالمية كبيرة مثل أمازون دون الحاجة إلى قيمة تأسيس متجر إلكتروني وقيمة تسويقه. بل والأفضل من ذلك كله، العمل بالتجارة الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي،
يعني من خلال فتح صفحة على موقع مثل فيسبوك والتسويق لها بطريقة مدفوعة، ثم بيع خدماتك أو منتجاتك للناس. أعطيكم مثال بسيط، هنا في تركيا كما تعلمون الأكلات العربية قليلة جدا، ويوجد هنا الكثير من العرب أو السياح بشكل عام والذين يرغبون بمثل هذه الأكلات، فيوجد الكثير من الأفراد الذين يقومون بالطبخ في بيوتهم ثم إرسال الطلبيات إلى الزبائن من خلال الترويج لمطبخهم أو عمله من خلال منصة فيسبوك، كما حدث معي شخصيا عندما تعرفت على أحد هذه المطابخ في مدينة أنقرة، بل واتفقت مع أحد الأخوات الموجودة هناك أن ترسل لي يوميا الوجبة الحاضرة في يومها، وهذا دخل ممتاز جدا لصاحبه. وقس على ذلك الكثير من الأمور التي يمكن أن تحققها أنت أو ربما خطرت على بالك الآن وأنا أخبرك بهذه التفاصيل. أما الطريقة الثالثة والأكثر احترافية وهي التداول عن طريق الإنترنت، وكنا سابقا قد تكلمنا في هذه الخطوة حتى أنني عرضت إحدى المنصات التي أتعامل معها في ذلك الوقت، ولكن هناك مشكلة واجهتكم حينها وهي قلة الخبرة وسرعة اتخاذ القرار وبالتالي الخسارة، وهذا الأمر صراحة أحزنني جدا، لذلك هذه المرة لا تتسرع ولا تكرر خطأك. دعني بداية أحبتي في الله أوضح لك مفهوم التداول بشكل مبسط. التداول هي عملية بيع وشراء، يعني أنت تشتري سهم وتبيعه، مثلا نفترض أنك اشتريت سهم في شركة ما، فأنت بمعنى آخر أصبحت شريك في تلك الشركة. لنفترض أن شركة ما عدد أسهمها 1000 سهم وأنت قمت بشراء 1000 سهم، أنت فعليا أصبحت مالك لتلك الشركة، وهذه الشركة التي قمت بشراء أسهمها في حال ربح قيمة أسهمك ترتفع وبالتالي أنت تربح. لذلك تجد أن المتداول الذكي دائما يحاول البحث عن صفقات أو شراء أسهم في شركات رابحة، وبالتالي أسهمه ترتفع قيمتها وبالتالي هو يربح. طبعا السوق متغير، يعني المبدأ الأساسي في التداول هو أنك تقوم بشراء سهم ما، ثم عندما ترتفع قيمته تقوم ببيعه، وهكذا تحقق الربح من خلال فرق السعر بين البيع والشراء. أعتقد الأمر بسيط، يعني لنفترض أنك مثلا اشتريت سهم في شركة لبيع التفاح، ثم ارتفع سعر التفاح وبالتالي ارتفعت قيمة سهمك، فأنت قمت ببيع سهم الذي اشتريته من شركة التفاح وبالتالي كسبت فرق السعر بين البيع والشراء، وهذا يسمى مضاربة رابحة أو سهم رابح. صراحة يوجد أكثر من شركة تداولت من خلالها، قمت بالشراء والبيع من خلالها، فهذا المجال لي به فترة طويلة وقد حققت أرباح وحققت خسائر أيضا، ولكن بفضل الله خسائري أقل من أرباحي، وهذا حال التداول. وفي آخر فترة تواصلت معي إحدى منصات التداول وتسمى إيثيرو، ربما هي غنية عن التعريف وأنت تعرفها سابقا إذا كان لك مجال في التداول، ولكن قبل أن تتسرع وتقوم بفتح حساب هناك وتقوم بتداولات حقيقية دعني أخبرك المعلومات التي أعرفها عن هذه المنصة وأخبرك بتجربتي البدائية بها نوعا ما، فأنا لم أقم بفتح حساب مسبق بها ولكنني أخطط للتعامل معها في الفترة القادمة، وذلك حتى أبرأ إلى الله من أي خسائر وهي أرباح قد تجنيها، تمام؟ ولكن قبل ذلك دعنا ننظر إلى المنصة بشكل عام بشكل سريع. هذه المنصة إيثيرو تمتلك التراخيص في 3 هيئات عالمية، بريطانيا، أوروبا، أستراليا، يعني ذلك أنها قانونية آمنة. عندما تمتلك المنصة تراخيص في هذه الدول يعني تعتبر آمنة للتداول من خلالها. يوجد بها أسهم لشركات كبيرة مثل فيسبوك، جوجل، أمازون، أبل وغيرها، يعني هذا الأمر أيضا يزيد من فرص المضاربات لديك في تحقيق الأرباح أيضا. يعني تخيل أن يكون لديك سهم في شركة فيسبوك، أمر جميل صحيح، يعني تصبح بشكل غير مباشر شريك في شركة كبيرة مثل فيسبوك. أيضا صحف عالمية مشهورة كتبت عنها، طبعا يمكنك أيضا الاطلاع على معلومات أكثر عن هذه المنصة من خلال القراءة عنها في موقعهم. بالاطلاع على الواجهة الخاصة بالمنصة سهلة الاستخدام من أجل الإيداع والقيام بعملية تداول السحب. كل المنصات صراحة التي أتعامل معها وتعاملت معها سابقا كانت بنفس الميزات، ولكن في هذه المنصة إيثيرو بالذات يوجد ميزة جميلة صراحة تستحق أن يسلط الضوء عليها، وهي ميزة النسخ، ولا بد عليك من معرفة هذه الميزة في حال كنت مبتدئ في هذا المجال، فهي تفيدك جدا. يعني في حال أنك شخص مبتدئ في هذا المجال وتريد تحقيق أرباح مباشرة تلجأ إلى هذه الخاصية وهي خاصية النسخ، وببساطة مفهومها كالآتي. لنفترض مثلا أن حسابي أنا محمد يحقق أرباح عالية جدا شهريا على منصة إيثيرو، فأنت أعجبك حسابي وأعجبك طريقتي في التداول، فتقوم بعمل نسخ لحسابي بحيث أن حسابي أي عملية تداول شراء أو بيع يقوم بها حسابك بشكل أوتوماتيكي يقوم بتقليد نفس المضاربة أو التحرك الذي قمت به دون أن يعود إليك، وبالتالي تحقق نفس أرباحي دون جهد منك في نهاية الشهر،
وتخسر نفس خسائري. انتبه. اسمع محمود، قرأت مرة أن أحد كبار المحترفين في مجال التداول كان لديه عدد كبير جدا من الناسخين لحسابه، يعني هو بشكل مباشر يتحكم بأموالهم من خلال تحركاته في التداول نفسه، صحيح؟ فقامت إحدى الشركات بالاتفاق مع هذا الشخص بحيث يقوم بتخسير الناسخين لحسابه بشكل متعمد حتى تقوم الشركة المنافسة بالربح. تخيل. فيعني دائما لا تعتمد على النسخ بشكل أساسي حتى لو كنت مبتدئ، فهذا سوق متغير وربما تخسر إما بسبب الثقة العمياء أو بسبب خطأ في إعدادات التداول نفسها. فيوجد أيضا ما يسمى بتقييد النسخ، بحيث لو قاموا بحركة يشعر حسابك أنها غير رابحة يقوم بوقف هذا النسخ مباشرة أو تلقائيا. فإذا كنت مهتمين في مجال التداول علموني في خانة التعليقات، ربما نقوم بعمل بث مباشر أو حلقات أكثر تفصيلا عن طرقي في الربح من خلال التداول، وربما نقوم بها من خلال منصة إيتيرو بسبب وجود خاصية النسخ، يعني بحيث تقوم تنسخ حسابي، الله يستر. فأعلموني في خانة التعليقات حتى نتداول هذا العلم ولا نكتمه عنكم، وربما في يوم من الأيام تصبح أنت لا تشاهدني الآن أحد المحترفين الذين يقومون الناس بنسخ لحسابه. قوموا بفتح حساب في منصة إيتيرو وقوموا بتفعيل الحساب الحقيقي، بحيث عندما نقوم بعمل بث مباشر أو شرح مفصل للمنصة يكون حسابك مفعل وجاهز لتبدأ بالتعلم بشكل حقيقي. ننوه أيضا أنه في الحساب أو في منصة إيتيرو كما حال المنصات الأخرى يوجد ما يسمى بالحساب التجريبي، يعطوك ربما $100,000 مال وهمي تجريبي فقط من خلال تتعلم كيف تتداول تربح وتخسر، هذا يعطيك ثقة عندما تدخل الحساب الأساسي. فقوموا بفتح حساب تجريبي، أمضوا به فترة معينة ثم انتقلوا للحساب الحقيقي. عندما نقوم بعمل تجربة أخرى أو تحقيق ربح مباشر من خلال فيديو أو ما شابه يكون حسابكم مفعل وجاهز للمضي قدما في مجال التداول الحقيقي. تجربة شخصية، ربحت من التداول وخسرت أيضا من التداول، ولكن برأيي الشخصي هذا المجال التداول من خلال الأسهم لا يقصده الكثير من الأذكياء الذين برأيي الشخصي إذا دخلوا هذا المجال أبدعوا به وحققوا ثروات هائلة. فهذا المجال أيضا يعتمد على الذكاء وعلى القدرة الاستنتاجية في تحديد السهم المطلوب أو السهم الرابح. في النهاية شاركوني برأيكم في مكان التعليقات، ودمتم في أمان الله.